خلونا نروح نتابع المرور النهارده من خريطه جوجل، يا ترى الزحمه موجوده فين؟ ويا ترى الطرق اللي بتشهد سيوله مروريه موجوده فين النهارده؟ ده صلاح سالم وصولا لكوبري اكتوبر، هنلاقي سيوله مروريه الخليفه المامون في كثافات في الاتجاهين. كوبري اكتوبر بيسير بشكل جيد على غير العاده الحقيقه، يعني دايما بيبقى كوبري اكتوبر عليه بعض الكثافات بالذات اللي جايين من مصر الجديده ورايحين لوسط البلد. النهارده يعني على غير المعتاد في سيوله مروريه في كوبري اكتوبر في الاتجاهين، الكورنيش و15 مايو بيشهد حركه مرور جيده، الزمالك والعجوزه سيوله مروريه رائعه، كوبري 15 مايو برضو لسه حركه المرور عليه جيده، لكن المنطقه اللي دايما بتشهد كثافات القادمين من مدينه 6 اكتوبر نازلين الميدان لبنان، المنطقه دي فيها بعض الكثافات. الدائري زي ما حضراتكم شايفين بيشهد سيوله مروريه في الاتجاهين، وباقي المحور كله بيشهد سيوله مروريه، المنطقه دي بس اللي فيها كثافات اللي هي التقاطع مع الدائري، اللي هو انت نازل من المحور معدي تحت الدائري متجه لميدان لبنان، هي دي بس المنطقه اللي فيها كثافات، ما عدا ذلك السيوله المروريه بتعم في كل أرجاء القاهرة الكبرى والجيزة. نهاركم سعيد ويا رب توصلوا بألف سلامة.